الرحيم هنتكلم عن عدوى الفم بالفطريات عند الأطفال. بنستخدم ميكوناز أورال جيل. طبعا زي ما كنا عارفينه الميكوناز ده الجيل بيبقى جميل جدا، ملء ملعقة مرفقة مع العبوة باللسان وعلى وضعها في اللسان وعلى اللسان لمدة دقيقتين، ثم تبلع 3 مرات يوميا. طيب الملاحظات بقى على الروشتة دي، تظهر كانديدا الفم واللسان في صورة بقع بيضاء على اللسان. ميكوناز جيل الفم يحتوي على ميكونازول ويحتوي على مضاد الفطريات وسام المجال. طبعا البدائل بتاع الميكوناز دوت دكترين، دكترين ده طبعا في منه كريم مهبلي، فلا احنا عايزينه اللي هو الجيل للفم، بيوكازول، ميوكازول، ميوكوبان برضه في منه جل مهبلي، مهبلي للسيدات، احذروا وقول جل للفم، ميوكوناز، انتي ميوكوت، بس دي نستاتين، اي حاجة من الحاجات دي كلها كويسة لفطريات الفم كبار او اطفال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.